هو شيخ الإسلام والفقيه الشافعي الذي انشغل بالعلم وبتحصيله منذ الصغر، رافضاً المناصب التي عرضت عليه من أجل التفرغ لتحصيل العلم، حتى يقال بأنه قد رفض أن يعين قاضي لدمشق من الملك الناصر. الآن نتحدث عن الإمام تقي الدين السبكي في مصر أرض المجددين. تقي الدين السبكي كان علامة فارقة في مصر وفي الشام، درس رد الشبهات وأكمل كتاب المجموع للنووي. محوره التجديدي مبني على هذه الثلاثة: التدريس ورد الشبهات والفقه. رحم الله تقي الدين السبكي وألحقنا به على الخير.